صيفي كلمتين صيفي وثلاثة في عمري 25 سنة ولد عمره العالم نجم نقوله لكم شنية معناها عامل باهي انا الدومين بتاعي كان شو نقولك انا ريزو انفورماتيكي معناتها بعيد كل البعد على اللي تشوفه نعمل فيه في الايفينمونسيال في لي اسوسياسيون سورتو واليوم هاك ريتني معناتها ديجا انيماتور في راديو 6 انيماتور في نويز اللي هي بروجي نتاع ار انديبوندون ولا دونك معناها شنية علاقتك مع نويز في كلمة شنو علاقتي مع نويز في كلمة؟ علاقة حاجة هذيك نتاعك، حاجة دمك، حاجة أنت اللي عملها ولدي، ولد موش ولدك ولا أبوك، صحيح؟ بما أنه قاعد تشوف فيه يكبر ويكبر عليك ساعات، بوه ما نويز في حاجة أنا باش نحكيهم معناها، كان باهي نفسرلك نويز شنو؟ نويز هو بروجي تاع أولاد كيفكم أنتوما هكايا ديجا، بوه هنا صغير كيفكم معناتها مانيش راجل كبير باش نحكي، تلموا على باس في قهوة هكا. كانت من الاول باش يكون بلوغ نتاع دي ميتال هيد خاطر هما اللي من الاول عمرو وصغى وحد اخر معاهم في بالي يحبوا برشا الميتال بداو باش يكون بلوغ فوالا يحطوا فيه معناتها الموسيقى نتاع الميتال اندر جراوند وكذا وفازات هذوما وكان ديجا عنده اسم اخر من بعد بشويه تزيد معاهم كل ما حد يتزيد مغروم جونر نتاع موسيقى معناتها قال علاش كان ميتال تزيد الراب من بعد تزيد كذا فوليت موجه البلوغ هذا موجه الانواع الكل معناتها نتاع الموسيقى ولا لي جونر الكل بشويه وليت علاش بلوك ما يوليش سيت فهمت يولي سيت باش تعدي موسيقى اسمك راديو من بعد راديو تولي الامور اسمها ليغال وليت اسوسياسيون فوالا نخدموا تحت اسم اسوسياسيون من بعد اللي وليت اكبر حنا اكبر حتى من انك تحكي على تكتب الموسيقى وليت لي تو سكي كولتور ارتستيك اندر جراوند في تونس هذايا نويز اف ام احنا عباد جايين باش نعملوا جوجما باش نعملوا الضوضاء هذايا باش نعملوها هي كلمه نويز معناتها ضوضاء بالعربيه نحبوا نوصلوا للعباد نوريو الثقافه الصحيحه شنو هو الاندر جراوند؟ الاندر جراوند انها ناس تلعب في موسيقى للموسيقى تعمل في ار بور لار ماهيش معناتها اليوم ياخذ من الار حاجه كوميرسيال باش يسوق معناتها مش ما يعيش اليوم يخش فلوس لا لا ياخذ اما مش بالطريقه اللي قاعدين نشوف فيها اونتر بارونتيز ناس هاي فعلا نعرفش انا نسمي هذيك حاجه كوميرسيال وما عندها حتى علاقه معناتها مع كامل احترامي للناس اللي تحب هالانواع هذيا نتاع الموسيقى كذا ما عندها حتى علاقه بالار اليوم نحب ولا نكره معناتها اليوم نحبوا نوريو انه لي جون التوانسه عندهم لي كاباسيتي عندهم لو بوتونسييل انهم قادرين يبدعوا يكونوا فنانين الناس الكل يا انديبوندون اليوم موجوده انها مش باش تحط لك ثنيه ولا تعاملك تعطيك اكل بوش هذيك اللي ناقصت ياي تبارا بركة تمشي تتحرك فهمت هذه اليوم علاش موجوده نويز نويز اليوم كلمه اكثر من 50 واحد اللي موجودين اللي بدينا على باز من الاول لي كوفرتور ميدياتيك فهمت خاطر ما عندنا من غير لوكال لا خدينا حتى تمويل ما خدينا ما دخل معنا حتى انفستيسور ولي على باس الفضنيه احنا الشيء هذايا وحدنا بفلوسنا وتو فينونسمون نعملوا هكا لما مع بعضنا كل حد يكوتي كل 10 كل 5 كذا المهم ندي بلاسيو ومشينا تبارك الله كوفرينا ممكن بين 2014 و 2015 اكثر من 60 ايفينمون 60 ايفينمون هذوما تعلمنا فيهم رينا فيهم شنو ناقص شنو يزيد عاوننا في ليزورغانيزاسيون دخلنا مثلا في السيكوريتي نتاع كلكو ايفينمون ممكن حتى توا كان يشوفوا هكا في لي فيديو ولا كذا يتذكروا شويه هكا دي مامبر من كلوب اخرين حسوا كاين حتى نغوروا على الايفينمونات نتاعهم هما قالوها احنا في الاندر جراوند توا نتكلموا فما حتى مشكل ما احنا تلمو كنا بارزين وبمراولنا وبلي برودوي نتاعنا اي فوالا من بعد جات الفكره ان نعملوا النويز فيست هذا النويز فيست كان بروجي كبير برشا يلم شوف عنده دوز اكس كبار كانوا محطوطين على النويز فيست شنو هما الاكس الاولاني انك تعرف الكولتور اندر جراوند شنو هي في العالم وفي تونس سورتو في العالم خاطر على باز هو بروجي انترناسيونال من بعد ولا الاكس الثاني البريود الحساسه اللي قاعده تمر بها البلاد من التيروريزم من ديزاكسيون قاعدين يسيروا عليها حبينا اليوم نوريو انه شبابها واللي جون نتاعها قاعدين نطلعوا بها ما نقولش في بر الامان ما عندناش الباكيت ماجيك مي نعاونوا بالمينيموم نعاونوا باللي عندنا بالطرف هكا هاك الكاباسيتي والانرجي اللي عندنا نوريو ونجيبوا لي زارتيست جبنا اكثر من 96 ارتيست في نويز فيست من بلدان نسمي لك انا على فكره اللي في نوبل برايس اخر مره اللي خذيتها تونس الحوار الوطني ربيع الراعي للحوار كان وقتها غنى في الحفله نتاع التكريم مودي اللي جاي كان موجود يعرف تونس غاز نويز فيست مش كان هو ذا جود ميد من امريكا نرسل اللي كانوا حاضرين من الامارات كانوا زاد برشا جروبات قلت لك 96 ارتيست جيو من اكثر حسيت حتى لي نومبر نتاع البلدان من كثره ماهم برشا علاش عندهم بيوت واحد انهم يطلعوا
سياحه في تونس من جيره ونعرفوا ثقافه الاندر جراوند من جيره اخرى. على فكره كانوا حتى الجارتيست هذوما اللي جايين كل مخدين حوالي مخدين معناتها حتى كاشي. علاش؟ الهدف انه فوالا فن للفن اكثر الاقل. بون فما المينيموم تاعك يمشي بيته، تكلفنا بك المصاريف هذيك. علاش كان فما موجود لي شيك؟ لي شيك يظهر لي الناس الكل اللي تتبع في نويس تعرف لي شيك على جي، معناتها مانيش نقول لك الايدي الخفيه ولا كذا، تو سامبلومون اللي موجودين في السلطه ما حبوش نويس فيست يتقد، ما حبوش نويس فيست يتقد. ما تعرف ما عنديش القوه اللي باش نجمو نواجهو ولا كذا. بكذاك تفرقنا تو حنا اليوم نويس رجعت من الاول ومن جديد، رجعت نجم تقول بحله جديده بكيب جديده بروح جديده وبثقافه جديده. انه اليوم باش نرجعو نوريو واش معناتها ترافاي اسوسياتيف، نوريو واش معناتها تكون بينيفول، نوريو واش معناتها انك تخدم، معناتها وتوري نويس ماهيش مجرد باش نعطيك معناتها حتى تفصيل اخر، ماهيش جوست عباد جاي باش تتصور وكاها وتروح. احنا في نويس تعلمنا، انا نذكر عملوا ساعات اليوم تعلم زاد في ديفلوبمون ويب، تعلم يكون جرافيست برشا، وسامه لهنا قاعده في الكوليس يغزل برشا عباد تعلم تكون دي فوتوغراف معانا، فهمت؟ علاش خاطر تكون موجوده وديفلوبي وتطور وكذا ونمارسوا كل الحاجات هذوك. فما حتى برشا عباد نقلت ولا تخدم دي برو معناتها تطور وتدوم، وهذه هي نايس. ولا مش نعطيك اكثر من لي ديتاي هذوما. توا بدينا في سيكل جديد، ان بدينا احنا نرجعوا في ليفينمون، في ليفينمونات تاع بدينا بنويز بانكينغ اللي باش يكون ان شاء الله لو 13 فيفري، اللي هو على باس كونسير نتاع ميتال. ديجا انا ما حبيتش نعمل لي كومونتير برشا على على على, على الفيسبوك على ليفينمون، توا اللي باس نشوف فيك دي كومونتير بيزار على الاخر. من غير انا مانيش كل معناتها كيفاش ما سالك، وليت ملم برشا بالمثال بحكم انه اللي موجودين معايا من عمرو وازغا مهدي فيكينغ حمزه ولا ناس هذوما، وليت كاين مثاليات فجاه هم بيدو يقولوا لي شنو هو الموسيقى اللي تسمع فيها انت. زاده نشوف دي كومونتير بيزار برشا، الناس مازالت ماهيش فاهمه شنو هو الموسيقى اللي نلعبوا فيها. نقول لهم انا اجاوب شوف عيش فرش عبر ديفولي كون معانا وصل صوتك وصل وري شنو تحب تعمل يفرح. شنو تحب معناها تقول اخر كلمه للعيله الكبيره بتاع نويز؟ شوف العيله الكبيره بتاع نويز هي عائله وما تموتش، وماهيش باش تموت وتبقى حيه حتى بعد عمر طويل ان شاء الله. انا مستعد اليوم نقولها ونعاود نقولها اخر مره، معناتها باش حتى كان باش نتكلم باش نقول اللي الاخر دقيقه انا من عمري باش نعطيها للبروجي هذايا ونويز. خاطر نحنا كدي جون ممنين طاقاتنا، ممنين ممنين برواحنا، ما حاشنا لا بدعم لا حاشنا بحد شيء، حاشنا انهم يسيبونا. سيبني خل نعبر، سيبني خل نتكلم، سيبني خل نصيح ونوصل صوت نويس. هذا اللي طالب الاكثر الاقل.